هما دول بس اللي انتوا قدرتوا تجمعوهم يا دكتور؟ دول بعض المتمردين والمرتزقة اللي قدرت اوصل لهم، واللي في منهم ضد حكم الملك أمن بحات. أمن محات يا غبي. ايوه هو اللي انت قلت عليه ده، أمن فحات، ومنهم بيحارب علشان الفلوس، ومن هنا لحد ما تقرر هتهجم امتى هكون قدرت اوصل لقدهم مرة كمان. احنا لازم نكون مستعدين كويس، الفرصة دي مش هتتكرر. يحيى بينزل الزمن مرة واحدة بس، يعني مستحيل العصر اللي هندخله نخرج منه بإيدينا فاضية، مش هنعرف أبدا نعوضه. البرديات كانت في إيديا، كان خلاص فاضل خطوة واحدة وأبقى برا المعبد، لحد ما الملك أمن محات وصل هو وجنوده، كله بسبب شوية عيال. بس أنا المرة دي أقوى، هو معاه جيش وأنا معايا قوة مش قليلة. على فكرة بقى يا دكتور، انت لو كنت سبتين عليهم كنت هتشوف انا هعمل ايه، كنت هخلص. انت حسابك بعدين، انت اول واحد جريت وسبتنا نواجه جنود الملك لوحدنا. اخلص المعركة دي وحتشوف هعمل معاك ايه. ليه بس كده يا دكتور؟ ده احنا من رجالتك. اخلص دلوقتي، انا عرفت ان البرديات بقت في قصر الملك نفسه، وحظنا الحلو ان معظم الجيش مع ابنه سنوسرت على الحدود الغربية، يعني نقدر نهجم على القصر ونواجه الحراس ونقتحمه وناخد اللي احنا عايزينه. طب معلش بس سؤال صغير يا دكتورة، انت حتى لو اخدت البرديات هنرجع ازاي من غير يحيى وكنوز؟ انا شغال على اكثر من تعويزة، بس للأسف لحد دلوقتي مفيش ولا تعويزة قدرت اوصل بيها لاختراق الفجوة الزمنية من غير كلمة السر اللي مع يحيى. في الحالة دي لازم نستنى وقت ما يقول هو كلمة السر ونرجع زي ما جينا، وهو هيرجع